التابعة لحزب الاستقلال فرع وجدة المنظمة هذا اللقاء تحت شعار وجدة أي مستقبل لمدينتنا. بتعبير من الأخ الدكتور عمر مجيرة بصفته نائبا برلمانيا وكذلك بصفته رئيسا للجماعة الحرة مدينة وجدة وكذلك بتعبير من الأخ سفيان شاقول باعتباره أستاذا باحثا في التنمية المستدامة. ويأتي هذا اللقاء في إطار مجموعة من الندوات والأنشطة التي قامت بها وستنظمها كذلك شبه الاستقلالية في وجهة. اللقاء اليوم هو نتيجة لمجموعة من التساؤلات والأسئلة التي تطرحها شبه الاستقلالية وتصب في انشغالاتها خصوصا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك في ظل الجهود الموسعة المعلنة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. حيث في هذا السياق رأت مجموعة من المشاريع الكبرى بمدينة وجدة كتوفير البنيات التحتية والاقتصادية والتي من شأنها أن تكون رافعة لتحقيق التنمية المستدامة. بيد أن كل هذه المنجزات التي شملت البنية التحتية والاقتصادية لم تكن كافية ومن هنا جاء التفكير في مستقبل مدينة وجدة وذلك بغية الرقي إلى أن تكون مدينتنا مدينة مستدامة. نشكركم على تلبيتكم الدعوة ونتمنى أن تستجيب هذا اللقاء لتطلعاتكم وننتظر منكم أن تمدون بمقترحاتكم وتوصياتكم. والسلام عليكم.